بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، وها شرف إنه إن شاء الله تعالى مؤتمر كيني كويتوبنات مقالده هولندي نواحي جيدة إن شاء الله تعالى أنا هاد بالله بدون إن شاء الله تعالى مالين تعدي لبات محاضرة ذي بإذن الله عز وجل أفراد ما أنت بحدون تؤنو أخرية إن شاء الله تعالى شيخنا الدكتور علي محمد صالح محاضرة ذا وعنوان كذا وشيخ بحي سيدي لولا دخمي كريا دائرته أما سيدي لولا دخمي كرا دائرته تان وامت وشيخ وضع إن شاء الله تعالى وربوئينو مركا إذي كان يردقو واسقنا مركا إن شاء الله تعالى وإذي لك لحاجة بإذن الله عز وجل مركا أنا هذا الكوديراني نوحان الله يهي شيخنا المشكور إن شاء الله تعالى فليتفضل المشكورا بإذن الله عز وجل شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، رنهانتي كلمة دو وحأي نقندون تا وربحين جود أما بأينا نستدرين سينو مسؤولية آدي أدو علوس أين هرتال وحنو كهل لنا وحاي تهي سيد الله نقمي لها المراهق. هذا كلمة دمرك اللي ترجمي دائير تغالير وكلمة آدي أد أبلارا أنها الكأن أسعوذو سيبه وكذا دوانته وحنو كهل لأنه ومرحلة آدي أدو علوس واللو يقان مرحلة المراهقة أما adolescence كلمة دنيا ضع هلك أي كتيم مرك أنو فهمنا أي أنو فهمي كنا موضوعنا كهل لأنه سيدا أم وغضاء إسلام مركان وإسلام قابين كرناوي حيان كديه لهين وحنا جعلان لها دي وقتي إنو سامحو إن دادك والدين تاي ماشي جوغا إن كلمة دو دينا وحكا مغلنا آد بي رنتي مهيم وطه لغة عربية راهقة هدي أد مقشيد وحبو لو هذا راهقة الاحتلام وحو كل دواده وإنو قانقارو صدرت مرحلة دان يضع يعني كهر لإنه إلو يقان مرحلة المراهقة سدح هيرون هيركا كواد إلمه مركي وكو يتوان جرسدو إلا أفر يتوان صنو ومرحلة قارة أفر يتوان إلا سيديد يتوان جرنا ومرحلة قارة سيديد يتوان إلا كو إلا باتن جرنا ومرحلة قارة إمسا مرحلة الله شاكني شن ولا أفر سيد حوان شاك وحن نري كو يتوان إلا إيو أفر يتوان أفر يتوان إلا إيو سيديد يتوان سيديد يتوان إلا إيو كو إلا واتن وحن فيلا يا والدين تماشى فرد ذاي أولاد له أما أذي رضا وقه أما ابتياشا وقه أما معلمين توقه أما قايلس كوقه إنه دريمي كران مركة دائر لغا هدليو مشكلتنا اللي تلماميو إنه سدح ذاس وقتي إيكو كوابنت عن إنت كوهر رئيساي إنتو سنكو يتوان جرسن ومرحلة إلمهو أديق أي قعانتا ذا كجيران واحد دون تاتكي يلي كرتين وعجين سيدا لدونا اللو رفاقي كارو بر انت لدلالي سيد الله دون الله قابين كرو كوي لباتن مركة وجرنا وانين قرات سدي هنقاذا اسكفلا
مان كيسة كشقي سنكرول وين مركا كعقمان مركا ملا لكن مراحش أضج أولول كإن جوهاي المحاضرات المتورات كأود عيان ووالدين تقول إن دائرتي محل الله هي وإمام كي كلر كله هيس ومراكز اللي قد جينه أضياء شيء كهلين وجاليات كله سمين وعده إن جو ورك إن جو أه هلك أن أجل عسنا هاي إن جسوا أباري كرنا ومرحلة ده أنت قد حيس وكو يتبنجر إلا كو لا تنجر وطبعاً صنع طبعاً كصنع وطبعاً كصنع وأذاك والد أمره إن إلهي سبحانه وتعالى أبد باديه ومشيد وحي دهان لغة العربية مركة الله فسيري كلمة الرهق دور معنى وأقول تقيسا معناها كواد بين تولغو مقعبا الرهق فتفضيت كترضى بضن قفك إنو فتفضي دي هنوالغو مقعبا إنو كل يهي وحو الضان إنو مال مريم مويان وحكا لإنان يكاد أدعين نوالغو فسيرا ما كسنما نوالغو فسيرا إنو وحون إسكتهم أو قانصدا نوالغو فسيرا حرام إنو سنو جوجين بالغو فسيرا إنو سن بقانين نوالغو فسيرا وحيلين مركا إنتا تفسير كلمة عربي يقول لها ذاي وآه هالك أسل كالغا سوقا ترهاقا انت بوحد وقوم من إيسان مرحلة ذا حد أنو تلمان سادرتين وحايدها المركة مركة المهير فصل كشانات إيسكول كأو باللابو وحان كهل لها ده جرك مالها كل شيء أما ضدك المها كل شيء مالها مدارس أي كجنان وحبرشدا أكسس كأوله حلي قال لو قلت له جري لجيني ماها سد حالها قاركود قف يسوق وين مي لقى كاني يسقول كله هالشيسينه يو وما رحت يسوق اللي بتنجر الله فريسيني متى بنجر كهل من وحنو كهل لنا قف كل شيء مال يد مجاله أه أما سد مال هذا إنه جوجنا أكله أكسس أوله إيديوكيشن كي يتعلم تأكسس أوله أن يكون خصبنته أموالك ويكون خصبه إنه علمه وفريسة مجيء وانرالمنت وقسم مدرسة وجيم كهلنا. سأدرس بعضنا فصل كشنات إلا فصل كسديدات فصل كسجالات إلا إيو معركة مركي سكندري سكول أو قريب تلا بعضا. لقب الله بكدي مركي سكندري سكول كوكبحه سد حدا مرحلة بعوضك. ولي واحد دري ميسا مرك مركي ومركو كو يتوان أفري توان انت أول حيس وحا إيماني biological changes أهراء أن لا أركن أدو اسكو بدلي سيديد يتوان كمركة أمرا يانا وحاد مودا إن ويحي إزبدل الذي جيركي سكو السعودي إن هاركي الرابعي جارين حالك مركو سيديد يتوان يكو إلا باتان أول حيانا لديه كره وحو غاري سن رشدي ام وقتي وحكا لغران لها هدبا دوتكو حا اسكو خلدان مرك لغة عربية هان مرك لجوغو بلوغ اي مراهقة لسكو خلدان بلوغ او اه puberty age اي مراهقة او اه adolescence لبادو لسكو خلدان معنى هان لبادو حقا وكا لدوين وحكا لدوين بلوغو كليا وحو موجيا المهن ير انو كريمة أه إن الرجال ما دي كصوم وقتي وحنتي سترن كا أي رجوع ذي أقول لنا بي أما مركو هردي مركو سوجي دمني ذا أي صار لا فيسو إن عاندي بسقنتي أي كصوم بحذي إن كل كليه أي تيموبين أتون كصوم بحذي بهرت موج بلوغ موجنيه هل كمراهقة ذو أي تهاي أنت إنك سيحل در مراهقة مركّة للتلمامه، جلكي باب بسيل سوّجاره، عقلي باب بسلانه، نفسياً سيكولوجياً سد حذاء مركّة ويدجاره سا، هالك بلوغ مركّة لقاه له علامات البلوغ مركّة ليه كل يقف كان مريض ما كسب بحذول، عدكي سميس بدله، بسقين ما كسب بحذي، أنت أمبكو قابنت، لكن مركّة المراهقة كهل لنوع محي، change بروحه كو إيمانية، مسكحذي، فكركي، عقلي. جسمي انت بو حد اركيسا مراحل فردوم بمركه غليه ذات اس واي انو باهناي مرحله ذا يدا
أفر اتجاه بينهم مقنع مرك ومركان فيل ديسك دراسات كانوا أنو قالنا أفر اتجاه بينهم مقنع كورين حاجة جسمي كيميت كورين حاجة دنك برشدك كيميت كورين حاجة سوء لف الجلي لها وحيابها يساقو كحوماً يدعوينك كو إيمانية daily base events سوء لف الجلي لها أرن كانوا حبو مركا كقبيغان قيب تكالنا وكورين حاجة عقلية أفر تاو that is why مركا اللي كورينك حاجة جسمي كو إيمانية دائرت ولي انتي ننقارن بربا حلوش إسلام كو تلمام انتي ننكهلن أيوه نقول كرا ميت فيسيولوجيا فيسيولوجيا كو حلقة يابا دادك او موقن كرتا وحضر كيسا علامات باكا صبحي عضوية وحضر كيسا كي او در كي سؤادي دول ديرادي قربيه اي كلب بحان وحكو صبحي سا تنتي جيرك مالك لدوان شاربه جركي تنتي حبت كسو بحي سي انتو بإني سوا وضب محان بهاش اللي يقان تفاحة آدم رقو إليهين بهاش إني إيضو نصوم مقطو إن أي صوم مقطو حلماتك حق ثدي إني مقطو ليدي فربضان إن لغو أركو نوعا ما وآد يدو ليدي دو أفكو وآد يدو وينادو نوعا ما سنكي سيدا صوكالة إنو وجيه حب الشباب أما با أي ليه جنين فين دوب وكوياش وحيكم متاهي نموغا مركب قوم وقاني مركب إلمه إن مركب ويسبدلي ولذلك وحيدهان هدي إنغا أين فهمين these differences أما these changes أو كو إيماني إسبدل دان قفكو كو إيماني وحيابه بضانا embarrassment دريمي درنسيني كير يعني وحاب بلابيسا وبلابيا إنو وجي قددك أنو سين كرين قريق مركب مرتي أيتي ما دعوه كلا إنو سن أنو صابحين إن نوعا ما هذا المركب اللي ويدي إساقو هندورسن أو هاسون ماذا حقراري عيني إنو كجوابه إن أو نوعا ما قريق أنو فدي كرين مركو أركو قوارا إسكو قلاس أهين مركو أركو نوعا ما حشاط أو دريمو نوع حركات نما سيدي هاري إنو سن أهين وحبادن بو دريمي وحيابا مركا وحبادن باكد حقوح دواخيلي وأنو بحيدون نبي إذن الله سبحانه وتعالى وحكالة تا مركا أي تهي حقا في سيولوجي موقالك قود مركا أي تهيان تهانا وكب عيا حقا اجتماعي social ahaan is bedelay oo maxay imanay wuxuu bilaabaya inuu sameeyo ashaabta marka he is just following them blindly si in la aan u dabagaliyo uma kala saara kaliya ninka waxa kaga dhagan tahay waa la baxa waxa la aaday trip oo dhalinyaro doon ba la raaciya xagga la aaday kubad ba la ciyaaraya naadigaas la sameeynaa xaggaas la sabcinaya you can't ask him mana waydiin karti su'aal صاحبكي صاحبتي صاحبكي صاحبتي بكله ولذلك ما دام ومسلم صومالينا هي ابا انه سكل ديرن با لغا انه يرا صاحبتي لكن يرا صاحبكي صاحبتون اي هلكاس علامه مقدره في اخرها تا هوس اي كغي جرت ادو اني كو موقن وحا كلو هدان كو صبخيا انه نقضو مو بري اكيبايد اباوت هيز بيرسوناليتي انه يسو اسكو مشغول اسغا سنتر نقوني تنتيسا إنه كم مشقوله إنه كم مشقوله تنتسو ديرين لها نوعا ما إنه قابيو قوامنك أو كحيرو نوعا ما وحون إنه لي ماذا وحون الرادين يا إنتاس إنه نقضو قف ضدك أي سومي العساء إلا بحروا إنه يراد ها أنا وانس بدلي أنه نيكو هرميه مرقير أولا كوس كوسان أولا صوصار سعودكي وحلقة بدلو نيكو يسقلق اللعيني أدمود إنه ملك صدعي سروال ما أرتي down falling pants سروال دعية أو أدس لذا هنيك كان وح عادي هذا حبا هذا كسي سله أبا وح كجوج على لذا سروال جحجحانه ما أرتي شعر كليها كجحجحاني ما أرتي سروال جلبها كجوجاني وح محوصة مينه وحوصة مينه وح ربعين ويرى هذا وأي كان هلاي صاد ذي ماضي صافيري I'm different نكهر مائي قف كنا بضنا مركي كت كجد جنتاي هلا عاش يا جو يهلو أقعدوا وحكسو سمينه يركير المها يرمك أذن أذن ملحسن أو أتكمش قشيد أما موبايل كذا مشغول أما هاي دي راشين كارين إيه مرتي كذا مشغولة وحب الله بأنه قيلي أما وسمي ما عرفتي سيل نويسس جري إنه وحقصه أنت وحكتها كلي تنشن كهلا بسيط كنا مركو الربا بولسدي بالربا إنه كهلا تنشن
in min kala milay soo liyaa ninki waa nin nin odayo ninki waa nin saanaha nin saana iyo wixii lamid walaalig xataa qaarkood markay daraasaadka ay ku jiraan iskuulada ay dhiganayaan hadduu nin intelligent u yahay wuxuu isku dayaa inuusan aqbalin darajada liidata ee u qaata midda ugu sarreysa uu noqdo nin top ah oo kalaaska dhex muuqdo waa markay ugu quruxda badan tahay haddii waxa uu sameeyo waxaa arkaysaa doodo aan loo dirsan iyo masaa'il aanu fahmi karin iyo meeshay u socdaan aan ogeyn inuu maantan inuu ku dhex jiro waa doodaya waa murmaya unka every bit of issue wuu ka hadlaya waana sababta ugu badan in da'yartu markii masaa'isha diiniga la keeno iyagoo marjici meelay ula laabtaan aanay lahayn keligood iska hadla kiya war badan aan loo dirsan sheegeed arkaysaa oo la murmayo cod waaweyn oo meel u socda aan lahayn ee ma aragtay kelimaad aan nin walba wuxuu rabaa keligiis in la dhagaysto markay sheekeen waxaas leedahay dadkan misdagaalsan yihiin in waxaad ku qabanaysa booliis ma u wacdaa ma dhex gashaa waay way sheekeeneen waxaana laga hadlayaa topics aanu fahmayn mana dhihi kartid ma fahmi kartid waxa kaloo haddana uu jecel yahay inuu ka dhex baxo rotiiniyaadkii noloshiisa ahaa dabcan waxaa laga yaabaa waxaa lagu soo barbaariyay inuu yahay inuu soo baxo soo tooso oo noocan maa gurigii raashinkiisa markuu dhan dharkiisa u xirto madrasada loo diro malcamada loo diro dugsi qur-aanka tag la dhaho ma aragtay macalinkii kaa caawin lahaa homework uu guriga u yimaado odayga waxaa laga yaabaa inuu siiyo break 10 minutes ama 1 hour uu yidhahdo kubadda xaggaa ku ciyaaro banooniga soo ciyaar inta inuu ka baxo jecelya wuxuu rabaa inuu keeno waxaan horey loo arkin maa lam ya'ti bihi alawaa'il muxuu samaynayaa marka way kala duwan yihiin marka daris waa ay dhahaan dadka daraasaadkan ku hawl waxay yidhaahdaan ninka miyee ku koray iyo kan magaalada ku koray isku si ma noqdaan xagga fekerka miyiin waxyaaba fara badan oo xagga miyiga ay dadku ku fiican yihiin baa jira magaalada waxyaaba fara badan ku fiican tahay jira ninka ku kora dhulka kulaalaha ah iyo midka ku kora dhulka qaboobaha isku mid ma nin ku koray waddankii iyo meelihii aanu ka nimid iyo mid meelaha ku koray isku mid maaha kan yar ee waddanka ku koray idinkaa ogay 7 jir iyo 8 jir suuqii baad ku aamini kartaa waxbaad u dirsan kartaa dukaan baad kaga tegi kartaa meherad buu ku wadi karaa halka kan isagoo 7 jir 8 jir waa la sii wadaa waa la soo wadaa maanta kubad baa la geynayaa maanta macalinkaa loo geynayaa maanta intaa la geynayaa maantana adigu nin weyn waxaa tawada walyaalika meelaha la leeyahay ciyaalkaa lagu dafaa iyo noocan ma securitygu aanu sii sarreyn dadka waxaa u soo baxay shaqo waalidiintii waxaad moodaa inay xoolo raacayaan halka hadduu joogi lahaa waddankii mas-uuliyaadkaas aanay ahaan leh waxaa la baray kanna waxbuu ku fiican yahay kaana waxbuu ku fiican yahay kaa waxaa la baray in uu bulshadii uu ka mid yahay kanna waxaa la baray wixiiga waxeeda aniga iskaleh mine anaa iskaleh lagama taaban karo meel buu ku xiran yahay si markaad u fiirisid wax qurux badan wey qofku wixiisa inuu ilaashado dadka waxooda ay ka badbaadaan si markaa u fiirisid some sort of selfishnessa ku jirta anaannimaa ku jirta marka waxaan rabnaa dabcigii quruxda badnaa oo lanagu soo barbaariyey islamarkaana negativitygiisa leh iyo kan wanaagsanoo meeshan ka jira ee negativitiska leh sideebaa ay suurtagal u tahay inaanu isku biirino positifekii xagga aanu ku haysano wanaagga ahaa iyo positifeka halka aanu ka haysano wanaagga ah labada negatif see looga saari karaa ma dhici kartaa some sort of balance waa su-aal aan waalidiinta weydiin doono intaan aad kasii fekeri doontaan microfonka iin soo gudbi doona biidni illahi subxanah wa tacaala xagga infacaalka mawduucan waxaan jeclaan lahaa waqtigiisu inuu intaa iga dheeraada laakiin wixii aanu ka gaarsiin karna nu samaynayna insha allah subxaana wa tacaala infacaal fara badan baad arkaysaa oo ay ugu badan tahay caradiisu aad bay u badan tahay any slight of a thing annoys him waxa macno lahayn baa ka caraysiinay tv-ga uu daawanaya haddii hadda la bedelo la yidhaha bal sug aabo waxaa soo galay akhbaar muhiima waxaa laga yaaba inuu furka tuurto albaabkaba ka baxo haddii la yidhahdo waqtigii beri imtixaan baad leedahay aqri gamekan jooji haddii la yidhahdo albaabka inuu ka baxa laga yaabaa uu hadalkan uu soo celiyo oo ma aragtay markay ugu wanaagsanaato hadduu yahay baari oo lasoo barbaariyey oo lasoo tarbiyey oo qur-aan la xifdisiiyey waxa laga isagoo gunuunacaya ama jawaab aanu ku siinay inuu meesha uu ka dhaqaaqo oo marxala critic ah oo dawadeed u baahan waxaa kaloo la mid waxaa laga yaabaa laba shay buu reerku ka jecel yahay isagaa isjecel kow asxaabtiisana wuxuu jecel yahay more than the family inta uu jecel yahay reerka wuxuu jecel yahay asxaabta that is why waa marka aabe iyo hooyo oo nooc hinaase inuu soo geliyo warkii aan barbaariyey kan buu raacay tan buu raacay waa marka furka la tuuranayo
وحكالا يدو نجرتا إن وحكو إيمانيسا بغذين فربضان وحكا بلشادا كاك إيمانيسا بغذين تا وحي كيني كرتا دور أسباب أسباب وحا إيمان كرتا إنو سمي total withdrawal إنو مجتمع عنان كرنح بحو قاربا قوري ويحرتب أنك صبحين depression باكو نعا تتكال هاد لما يو لما فريسانا يو قف أو سلام يو مالها قف أو لها اللي مالها الباب كأو حران أحلو شيء كرمالا قال اسكول لا تكرنا عاي drop out سمي اسكول لا أنا نادن أو كلج أنا نادن مرحلة عدك باكو تيم من نوحو نقونيا depression كيسو حو نقونيا ما انت دن ديارة دن كدك تنفول دوني دن كدك غاريغ انبو غاريغ وحدو وضع بسرعة متهور حق آد trip آد لبا حالات با إيمانيس لبا حالاتنا لبا حالات مركا يدو بيب كيدا لهو وحاكو بضان مرحلة دن مركا لقارو وحانا يدهن day dreaming إساقو سو جيد وسكر ريوني وسكر دا دعيني إساقو العق بضان انتو أوريي نقضي بيل جيتس كأي قروكا كبيري ونقونا إساقو برنامج أن هري اللو أقون انتو سمي داتكو أي كدن بيل إنو نقضو ننكا أغو حوق بضان ننكا أغو مرقاه بضان كان ننكا أغو قروحسن day dreaming كأد بغو بضان محيو المرحلة دن إلهي سبحانه وتعالى إساقا ساو سمي وحكف كرا بضانا مستقبل سوء سميسان لها دارس أو حي دهان سيكولوجي أهان وحاكوي ماذا دور سراع دور إز بران برباكوي ماذا نفسي ومي دوغور رئيسو كو يعني هو سليه سيدا نفسد هذا أي أون نقون كرتا ميد يود هوفن إسلامار كان أغيب بادي كرتا ضدك حرية فولنا دوهلي كرتا سيدا سورتقال أون نقون كرتا باهي ذا جنسي إجركا قوب باهي سيئو بوحين كرتا ودر جين كرتا isla markaana diintii wixii lagu qufulana aad uga bixi kartaa waxa laga yaabaa hadan inuu siiraado inuu su'aalo farbad isweydiyo siraa'as wa siraa'at ka keenay waxaanan hore aynan u qoon oo rageenan meelaha joogay dadkeenan hadda waalidiinta ah ay ku baraarugeen runtii ducada marakisda waxaan hore loo qoono as su'aal ah in la isweydiyo ilaahay ma jira mise ma jiro waxa ka mid ah maraxisha وسواسكو كبداي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي سوحي اهين دد ان يرى وير متكين شيطان با وسواسينه سؤاله بالله وله من خلقك اديك ابو الله وصمد يا ابو الله وارض يا ابو الله وكن يا ابو الله وكن يا ابو الله الله يا ابو ري واللاس كويشن اوف انترفيو شيطان كو يدين دون الله يا ابو ري هلكا مركه لا غارو نبي صلى الله عليه وسلم أحيير فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيرها الشيطان بحلقة الصوت قال كورا وحلقها اللي ضد وحلقوا الشبه إي وحلقوا الشيء إنبوتك أي هلان as an education وأها وحدتك مسلمين تيسوق بيان كورا مركي بيئة انتانو كان لي صبحي كوا مركي إنو هذا مثلا كي جيغ هذا أما مالها حنانها هذا صبح بعد درتي وحكوي مد 4 o'clock 5 o'clock بويم يعني 8 مركز أي هو يدو انتهي دركي سيء راشين كيس سقط درته لقيه 4 o'clock مركو صلبت 4 o'clock ودالي 1 hour 2 hours بسوجة 6 وصحنة هذه سقو حسار كيسان سبتي إيه حد سبتي حس أوسو ودبا من عام ده كانتي إيه دكسي قرآن كيوت كانتي دكسي مركز كانتي waxa laga yaabaa macallin mobil kiisa aanan ka dhamaan inuu hor fariisto waxa laga yaabaa macallin sadan iyo kontan arday hor fadhiyaan oo waqtiga aanan hayn inaad keentid waxa laga yaabaa in 3 bil 5 bil baali fahmaalaba aanu ka bixin that is why kuwa meelaha ku koray yaani 10 sano shan iyo 10 sano wadduha ma baqaram ilahay amarkiis wadduha ma shamsi wadduha waxa mooda inuu libax fadhiyo ma bal gaaraba nin weyno 20 jirsaday oo quraanka mushafka aan aqrin karin way soo taagantay halka marka nin fartiiba aanan qorin mushafki aan kala furin ayadi aanan aqrin tarbiya islaamiga aan la siinin madarisan meelaha ka jira maraakiisan islaamiga ah madarisan islaamiga ah oo anaga aan leenahayna dabcan dhowr awaamil baa in hortaagan oo mid kamid waxa weey yani madala sabti ahad miya diin lagu barta quraanka anaga maalmo intaan tagno oo subax horjeed la qaato oo galabti gadal ujeed la qaato oo naqtiin la qaato oo qarbax la qaato oo subax la qaato oo inta la qaata quraankii aan waxan ku qaadan jirnay inta soo sano maxaad malaysaa quraan la baranay sabti ahad macallinka mobile macallinka maanta maqan
waxa la gaaray weekend off ba la gaaray inta la gaaray waxa la gaaray shanti bilood la maqnaan laha waxa laga yaabaa markii aad calculation ku sameysid average ka saacadaha isuulcelinahan inta uu fadhiyo in yar inayt inta soo su'aalna way ku socdaan ya waydiinaya dadka waydiinay xuluush waa noo iman doonta biidilla subhanahu wa ta'ala waxa kala meesha imanaya hadana amni ma dareemayo uu daale walaalika kelmadaha innaga maynan oqon markii wadamadeenna aanu joognay oo da'adooda aynaan ahayn weligaa ma ku soo martay kelmad boring soomaaliya adoo jooga boring maba jiri maxaa yeelay waa daashay soomaa eedadaba isaga aadaysaaba waaba ka tagtaa barar gurigeeda abti gurigiisa adeer gurigi hebel baad aadaysaa qolaasa la soo ciyaaraysaa kuwan baa jar la ciyaaraysaa kuwan baa sharad la soo ciyaaraysaa kuwan ma geeskii soo gelinaysaa waxbaa soo garaacaysa ma lagu soo garaaca soo laabanaysa laakiin meeshaasi u joog wuxuu ku leeyahay on board waxba ma qabanay yani waa on board weligii lama oq waxa laga yaba inuu saacado fara badan gamekaasuu ku mashquulaya waa dhigaya game kale u gudbaya waa dhigaya mid kale u gudbaya waa dhigaya war gameska markuu galaya caqliga u isticmaalay wax la qiyaasi kara ma laakiin markaad tiraahda adiga bax oo wuxuun ii soo qabo caqliga ma laha kiiba maaha waxay ka mid tahay dhibaatooyinka markaa in haysta haddaba inta uu jecel yahay waxyaabaha mariixa ah inuu qoslu ka jecel yahay inuu more serious noqdo muxaadara hadda haddii la sheego yararku way ku adag tahay laakiin haddii muxaadara xataa jawigeeda la bedo la yidhahdo howl xaggaa lagu qabtay anaashiid islaamiya baa jir firaq yaroo xoogaa boodbooda ayaa ku jira kubad yar baa jirta inta waxaa laga yaaba inay it makes sense tahay macno inay u samaysaa laga yaaba halka baasha serious marka ay tahay baasha aanu sheegan inay ka duwanta xagga caqliga isbeddel baa ku yimaada waa qaybtii kale saddexaad ama afaraad waxaa imanaysa ama imanay intelligence wiilashu iyo gabdhuhu way kala duwan yihiin marka gabdhaha waxaa soo baxay intelligency ah luqadda gabadhu xagga expressionka iyadaa kaga leh wiilka si fiican bay u hadli kartaa haddii leh isii hala qoro ama waxa la qoro qoraalkooda u fiican yahay gabdhaha kaga fiican wiilasha habluhu aad bay u fiican yihiin waxaad arkaysaa gabadha exerciskeedan way ka adag tahay qoraalladeedu way fadhiyaan daarsi waay hala yaabeen rekoorka xagga waxbarashadoo kale hablaha kun jeer ka wanaagsan wiilasha yacnii waxaa laga yaabaa inaysan maanta kuula soo laaban aanay dhihin maathkan iyo fysicskaba iskuulka laga sugaya amaba ee waxaan rabaa dajkan in laga caawiyo inaysan kuula imaba laga wixii iyadaa kala tuuranaysa halka wiilku uu faashilya doesn't mean inuusan ahayn intelligent inuusan ahayn maaha maskax uu leeyahay laakiin maskaxdiisu maaha qaybtii literaliga maaha laakiin waa maxay xagga mechanic gacan baa wax laga qabanayaa marka la yidhaahdo howl gacmeed baa la qabanayaa farsamo wiilkaa ku leh marka ay gaarto waxyaaba literally ah oo adabi markay gaarto waa la hadlayaa iyo waxbaa la sheega presentationa la sheega gabdhaha kuleh dalika intaan meelaha wax ka dhigdhigi jirnay marka la yidhahdo ardada aan assignment u dirnay jaamacaadkao kale oo aan niraaha bal wax soo diyaariya gabadhu markay meesha soo istaagto iyadoo kalsooni fully confident ah oo isku kalsoonba presentationkeeda gudbinaysaa waa inaad taqaan halka pointiga loo cabiro halka wiilka inuu kor fiiriyo hoos fiiriyo meesha u jeeso bahalkiio haafa uu kuu keenay u badanta laakiin haddii loo diro waxyaabaha apply sciencesk ah ee tadbiiqa u baahan ee mechanica u baahan wiilasha kule halkaana waa physiology ilaahay subxaana wa tacala dadka ku kala duway innagana aynu waxba ka qaban karin wey waxa kale iyaduna ku badan xagga caqliga xusuustu ma tagto wuxuu bilaabayaa xusuus adiga aanan kuu tirsanayn arshiif hore oo x files ah oo outdated ah oo adiga xusuustaada aanan ku jirin buu dib ugu laabanaya markuu shan jir ahaa markuu lix jir ahaa bal yararka aad dhasheen wuxuu si u jooga wuxuu la soo boodayaa waxaan xusuustaa hadda ka hor markay sidaa ahayd daris waay waxa ay culamaa tarbiya ay aad iyo dadku ugala hadlaan mas'alada ah war markuu khilaaf dhacayo oo oday islaamtu isqabanaya marka labada lamaana isku dhac uu jir war hortoodii aan lagu sheegin maxaa yeelay ogow waxaa jira saa ugu tiimbarays miya weligiina ka foqi mayso adigii adiga oo hadda da'da ah haddaan dib u laabanno waan xusuusannaa shan jir iyo lix jir iyo toddoba jir markaan ahayn waxyaabaha instinctiga ah ee muuqda ee nolosheena ku yimid waan xusuusan karnaa laba ruuxo isdiloo kale waa xusuusan kartaa ee aabbay hooy haddii waxba dhexmar waa xusuusan kartaa qof hortaada ku dhintoo kale waad xusuusan kartaa nin saaxiibka wax ku yimid waad xusuusan kartaa haddii lagu garaacay waad xusuusan kartaa mahal maamaysid maxaa yeelay daalis waa ay u baahan tahay in intaynan 14 years aynan ka hadlin baa waxaa laga rabaa markuu 5 marayo inaad xusuusan karti walidaalika muxuu yidhi maxamuud bin labiid wuxuu yidhi caqiltu majatan majaha nabiyu sala allahu alayhi wasalam fii wajhi anuu shan jir aan xusuustaa
نبيك بيو أفكي سكوسه قاضي وساء وجهي جات طفي ولي وان حس تابيل صلى الله عليه وسلم مركوسا به وحكى له هذا مهمة إن حاجات نفسي ويجران تنفسي قام وآه هل كان مركا pointing إن أنت المهم مهم ول pointing إن أجدا نب كستو عنو مرحلة دانو كشجن ومرحلة كلي وينهريال software مران أو سيدا أنو دانو برنامج غرين كرم ومرحلة كلي دهان مركي لقبل لا يكون يتمنجر إلا يكون لا تنجر ومرحلة كلي قف كدين كيسة وإحنا لحول لقبل بدلي كرو يعني هذا ربط إلى ما يشوا واحد جرى واحد دهان spiritual vacuum واحد جرى فراغ روحية دين تديار بقية جالس ويركو مرك هذا ده عرفت يتبدل في رمضان إنه قميص كي جعليها إنه قرك دي السنة إنه مساجد إنه كتب الراعية مساجد الدين يكون مرمى ومر شيخ الله صفر مر شيخ كسر رجيس سنة ومرحلة إباهي ومرحلة اللبهي إنه هلا معلم داعية إيمان إمام لفريستا حوار لسمية أبا ثقافة له وقانت الدين تبي بحسن تهدوس نسق وقنا وقولك كاشد عجلتها جوري الله كاشد صاحب تنمى أو حداف على الربع ومؤتمراتك ولا الراعة أو كحاي واحد اللي يحجعلها أسمي محل وحيد المرحلة ذا software وحكومة ونظيف هذا برنامج كرين كره مرة دوس زي ومرحلة ذا حلقة جبهة مرك إن كيف أيدي ستوي هاي سنين كيو مضح رجعي محل داخل كيس أيدي وما أقول كرتوح ما كنا حقو حي وحنا كنا حقو حي مسائل فربنا الدين إن قال حشان يا بدر وحسيه غريبة أنت وبضن قال لي كانوا دائرته مسجد كلا نوكا إنه اللي يراهدو بالعلماء إني ما يالك ما حوش شجع تدبي تمرس زيدي تمنجر أسئلة ذا أقبض إني ويديان وجريتان كإلهي هدا أقو مرحلة ذا يكون له هنا مرحلة ذا أني أديك أنك سكرنا ما مرحلة وحلا مرة يا أي تي أو اللي يروى دون كده وين إنفورميشن بهالكاير ماشى قعدت كوسيدن وبعد فرت كل وفنيسا وح الله وحده بتهليسا معلن صحة إيه معلن خلدن مد أديك كوس على إنه كلمي مد أدي أص كوس على إنه ها كتوسي أنت بتجلسه لغات كيف يكوه الله إنه إنك كلامه هنا في الصومالي وأنا يسوق تصنيد أنت صل لقي يكوه الله يرك جري نجوا كان يكون بارك أنا كان يكون بارك أنا أنت صل معلم سؤال شهد هذا أدي قصيدة الربع هذا نقول جوابين يجاك الجوابين ولذلك هو إنك عندني culturally صومالي هان حشات كان نقول بضن وعلى ورابها مياه سيال لذا ما أبتغى وسأ وجهي سمر قعنتها تاجي سمر كإله اللي اسمه إنه وجو بيسو حبها صن حقا أن قصوا وابني إن نقل حشادم بالقبة لكن ديرنانتا إن وح كسكوي دين كرو وإن أرنكا كتر بيسا you need to educate him إنه كوي دين كر everything محايل هذا أي كجواب نكلك جوابي وحكى له يادنا مهمة مركل باشا للجوجو حلالها إن هذا نعم وحنو جعلنا عيالك إنا نغضى under control إنا نكنترولنا وجعلنا لكن هاي اسكود دين إنا أبا ديكتاتر أما هو ديكتاتر هذا إنا نقنو وإنا نسكود دين وحريد إلا سيما ومربوح وجعلها وانبحيا بكلية هاي أوكي بح وقت أقابها صلابت وحبو عصدي هداياتك كلماتك إنا قد نقو أذك صوماليها داننا هاي أضياشة وآه إنا جعشة هاي إن هذا قد قدرنا يصير أفكوا إن هذا كله حشان ما هي لمد كلا وضالة ودين خلدان وقت أيوة حلا إنك كجعل كلمة ده أنا معناه أسمه نساء دارس أم حاكة يعني إنه يرى آمن لاف جعل بكون دعي هبلان جعل الله ضي كلمة ده معناه أسمه نساء كلمة ده JEC ده في الصومالية كلمة ده لاف كا four letters كوبن معناه أسمه نساء مرك أباهم حال قربه كلمة دي إنك كورديس كلية ما هلا هدية كلية ما هذا طلعات سفراء كلية ما هذا سي وحوج لوحوج عليه هاد قرن كرتا هاد كان يذا نمرك وحبان وقصوب بحية وحكى له يذا مهمة إن للدرنسيو إنه مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة إنه إيمان ضان محاضرة ذكر عن أقول تلقى له سديد يتبنجر بوحوج ديبي أيضا دجال كجليه حقة يروم مركو نينك سيدي تبجيرك أوليه يو أفورد هذا مسؤولية دك عانتك وقلي هلك أبو بكر نوجوغ عمر نوجوغ وحاد جوغ great great companion صحابي أصحابتي وقوة ويني با ملكة ماشي جوغ ساعي تاهي النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية دك سيدي تبجيرك أولي أنا نوح لغاية سيدي تبجيرك
إن وحبض وحبض ما رأيتي أن كلا ديران هذا هذه أب وهبل لبلا بيل أساس عطا مصاريف تجريها مشارك سؤس عضو هذا ما مولاه فيزا كارك وكان هل بيل محكاد يبي يسموك تهدو ما نسكو قلي وبتكتشان يسمرك هذا ما مولاه تريب كسؤس عضو تجد ديس هذا جرية هوتيل هذا نوب كان جرينية هذا ماشي نجني معناه نسميه هبل الذي واحد مسؤول كتهاي حوجا معناه نسميه هدي كلا مد جن الشقية أي مسؤول كديجانية لكن أنا جم حوام حي ما هاد اللي كرت أمس رقم حاكم سؤال فريسي هنوجد جواب من سيدا سعى أفكي مركز نين كان نحوي سكو أركا إنه أذى وكاسر رين كسي درس كون مالها كو كري وحوي أركا قال إن أفريقيا كي مد إني بحب فهمين ساسرت إنه أمسي بلالك مركز طال إسقبت والد إولد لإسقبت وح كوبا ذنير هذا الكودة وح كوبا ذن اسمه فهمي كرم أني أباه اسمه فهمي كرم أني هو اسمه فهمي كرم كل مدة اسمه فهمي كرمه وكل مدة سق روح سل يري عليه لكن وام حي أبوا الضبالوي هو ينو حمي فهمي سو مركب كل مدة أف عربية لقى صار أف صومالي صح لقول شو يقو معناها زي تلمام مسا أدي مركب حال غربة إن فهمي كرتيد نينك كان إنه حقان صدي هل كان حرية دين إلا جاه له وحكى له لو بهني هاي ضدكم ما واضح ما هدي حتى ما أنت أدرك ديلر وياه هاي وحبوك في عيني أنت ير كوفي عنها أفوف أمانة إذا بدي أدو بدي إسكون الضي إن قيب تير في عن أو أد أد يد إكزاجريشن كوصم يسوع كبد بدي سي إذا وحي كيني دون تا قيبة كلا دون قيبة كلا دون إيو ضباعي كلا دون وسمها وبيشويرد وعاد وكده كتي إني مركة كتخلصته هذا مركة لقى جباه وعكلا إذا المهمة هدو سؤال كويدي والد ذاته محاضرات دار هجيلين سؤال وين النقطة جواب جابن لكن جوابته وين النقطة ميد يدو نحور حمبارسن إسنس حمبارسن جوهر حمبارسن إنك مركب حرمنا إن كش كي مركب سؤال لو يديو أنا يهودي سأل سكسو جورسني إماش أنصامرنا سؤال دار وعند أوها سان وهنجري أي ذا سان هنجرتي إنك بري حق للجوج سان الله محاضر سؤال يرنو اللي يديو سؤال يرنو يديو بسيط سؤال شاب بسيط كوه حلربة إسرائيل تدبون يعني كجواب. محل نيجا كان وانين مستر بورينج بالله هو داليها ما هي بتايم أديك وكل دقي سماهي وانو كل يابي. هل كان هو مهم؟ وحكاله أيضا مهمة مسألة اللغة. اللغة. وحنا نذكر حلاش يا قال ليه يركي مالها مكان. ذاتك يعني لم يتكاء. اللغة ذاك جاري واي. أما هذا إسكت ده حتى إنه برتان بهالواوين أو أن إسكت تصنعنا غرامر هين صوتوري أو فيدي ولي أنكرين أو بيدي أنكرين عمر كأن ده إنسان يرى كأنه هو قصلي لنا الرابع إن ميسك إنت لصوب هذا فريستو راوند تيبل رأسين كلا وضعونه كم وحلا يا وحال الرابع إن كقصلي سيد وهو قصلي أشيء كتير مركو عريسي كلمة أكود الجسد أدي اللغة دي مهيس أصلا مالك ما فهمي إسأك كيس ما فهميست مركو قصلي وحو قصلي ما فهم ولذلك لبدا اسلاد شيء واسك جعليهن انك بدا انت والدك جعليهن ايغا اسكو سو بودا مخاي لوقدا كينيس كان جاركو اديغا كا خيسينيا مخاي لوقدا كينيس معلمك اسكولكو ليسنس تي مو اسغو دغيسري مخاي لوقدا كينيس ذات از واي مساله ذا ايدان مهم ان لوقدي ميل سارت مكو اكو ادكايتي سوما كهي او مدة سنة لوا سنة أفوا وين أو مه مه إيه مرتي إيه قبل له كسبوح كدي المركة تمد هبيني مال ورق مسكوت ضلضلة وسدا إسميان دتك قاركي حتى هفوضي سنين vocation إسكال بحاي سد حتى بلا وضن كل آذي دتك يسوع أركيان أفسو مالي وقصة اسمه هجر هير لبدي المركة ميس كصوت فريستان وحد دون تان إسكو شيء كرتان لكن so long وجر language barrier وجره ولي أن كلا تهذا النهاية وسيدا أدمودد إنه قدر نوضة دحيه لوضة إنه درب نوضة دحيه ولي اسمه فهمين مركنين أنا وحفهم سنين سيدا الله دي كراني كم وحفهم سي إذا نهلك أنا ومهم قلت هذو دعاء سحتان كهكوف جانين حدات ربت قلت كه إن أت سحدد إنتو صندعين إلا وفهمي كرتاي هلك ويلك هذا أسعده يقبل هذا أسعده كوه مركا كهذا لكن مركو دعاء كليه وحيدهان ضد كا إيجيكيشنيسي كا
قلتك هكل لابان قلتك رادك أسمي كهذا محلق هذا يعني مثلا أصدها هل كانت تقول لي أصدها ده أني صدها تانك أقول والبقلية إن اللي قد لي إن الناشة هاي رادك بات شكتي يسامين تؤدي وكوية لنكره هل كا إساق سامين بكوية لنس أبها مروكتك ده أبها يانو كاول ولين أبها ديكر وإنتا سوكر دعا هو يوا إن وضناها إنت أصل لقى قبتها لقى يوا إني معنا أصل ميس إلين رحمة بقى كوجرت بين آدم لكن ما أصل ده هذي ويجا سؤال شد هذا يتأسيب بوليسة بوليس أهان هذا أقول هذا شيء قف كبين آدم كري أكشن بولي إسمه الجواب يروح ولا يمحنا جو يدينس برايفت كي هسوق قل تسوى مهم وحيد هان مركا جوري مركو جوا أبوه نسم بوليس نقن أو أذن بوليس أذن نقنه وأين هذا صاحب كيس وكلام مثلاً يوي هاي هل كوكي مد هل كي أداري معك وضع هذا شأني معكوش شيء غير كيس ما قيك كوبيهن وسؤاله سو ح إسكاله CID دي إسكاله وإنفستيجيشن ديبارتمنت اللو دايا لكن أديكوا حلقة ربع إن كهذا شيء صاحب كون أكسن إذا كان مرك هقعته these beautiful characteristics صاحب كون أكسن لحيري لحيريته إذا كان هكو تطبيقيه ويلك ولا صاحبي أما هكلاته إذا يقتل هل كان مرك موضوع اسمع عنه نوصمين ولذلك الحسن البصري بيقول له جري ما استقصى كريم قط قفكم مركو قف كريم يا يعني. قلالات كما قالوا بدنا دمرك وخا لغوي قان قلاد هره لا غلان ما ما وخا لغا با دي ما انت انير ليس قبطه او نوعا ما قلاد دي بعد عاي مثلا او مصاريفتي قلاد كدعي اما وخا لا اسكو فهم وا هل غوري هل دغو اي وخا لا اسكو فهم وا مثلا أما أضيء أنتو هوله شغل كان يوكله وحبوب ويس هبي على غيابه كبرد مرك قلت كاس هذا تاجن كلي أم بغضه وحكسب باللابسة مالكي أي سود دونا نيسي أخيار تشن نم بعد كسر تكتب كله دونتا سوري عدل لسي وما قل من واد معركتي وانا قرقة بتي مهرك ساسة تري مرك لسود تهريبي أدي أذكى دون بصوف وشان أنا كان كأننا صوص عرتي وحي سوشي قصة من A to Z مالين إلى الآن قف بين آدم كان الله مرة بينه صار بقوله النبي صلى الله عليه وسلمنا ورنتي كان كريما قف حال رأى اللبيب بالإشارة يفهم حاجة تلميح به إنه قلب جرو لكن هديهن يضا فر ووين كقرن which is actually involved أو فر ووين كقرن هالشيء قفكم حياة لأنه كاسي فوق هذا وبطنت وحكوا أيضا مهمة مسألة الصراحة أو إن لا مصارحة مصارحة هذا وامحة يعني سي فرانك أو فن صاحب تنمية يكون جرتو وأحمد أن لا يسكو قرن أرتو أن لا وضع هذا وبعني إذا أيتها إن وضع فريستان لغدا أساس بكتها قف كن يسكو دينا تقنعس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نيك اللي يرد أردي صقله يقول يا رسول الله وحرب بير إن زنستو هذا هو حديث كان إيم بضم بضم قشان حرب إنا زينستو هدي ننسى حابية في وقت النبي النول وكل الرذي قائد الأمة ورسول الأمة وأمين الأمة وحبيب الله أيوه تهر استاقوا يحيروا حرب إنا زينستو هذي هو بس بيولوجيكال آبو نوع للرب إنتا إنك بضين إيه ساحب سنتهين للرب إنو هوشا هلا مذو كولا إمان كرا ها غريب سن إنه كده مدن إسكولك إذا جو جونا حاجة واحد مود قلبي إنه جرعي سؤاله كوي دين كره لكن إذا الغرة مركب بطريقتك إنه قن النبي صلى الله عليه وسلم مدي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم عمر الخطاب أشي وذنجري لما صوب بحنا مدي هنن كان إيدا أنا إدبيني صحابة أنا إسكول جبين أمي كان نحرنا ماشى أنا كسرنا ما يندهن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى مني سؤاله بلد مركب سوح الله قال لي حوار كمان حي مرة بتاع وحنين هو يضع الوسم لا يا رسول الله هبررت ما يا رسول الله إن أنت هذا ما يا رسول الله محارد مركو تري بحر ولا الناس يريدونها لأمهاتهم ولا الناس يريدونها لبناتهم ولا الناس يريدونها لأخواتهم عد مركة ودوني ساي ملا نين ربئ إن هو يديس لقزين السمالة مد ربئ إن هبرتي لقزين السمالة مد ربئ حتى بقوه ضدكنا قبلونا ملبك الرشاد نيكي مركو قنعي ملك دنيرة ذاها أو شهودة جوبيسي أو ماذا حاصورها رعيب النبي صلى الله عليه وسلم يسوع دوبي مركزه كعنته وكسر لابته كسر مركزه أدعية صلى الله عليه وسلم وعير ماشى وحن كتجي يذا قلبي وحبا أنه كجر
إنك مركو حال رامركي لقضة أيكو عاونيسو وناشي سوفري ستيد إنها تقنعين كرتيد ويل كان أضعن علي وحكاسة ما يسيها دوقتهاي وتقنعين كرتا لكي وحالا قابها يا لقضة تكو قنعين لهي بوحكا لنا تشيت أرنكا كلام إلا أنه قابها يوامحي ودودي ما كجيراي كو وحان نري حواركي أرنكا لأنه قابها يوامحي وإن إنا نكوّل ولين مرحلة حدا وحالا قابا مرمرسي إنك إنا نغطهاي inaan dhahan ciyaalka de xagana way aadaan waxa lagu soo shubaa saacadaha saar naga badan iskuulka intuu jira naga badan intuu jaamacadda jooga naga badan intuu KG ga jooga naga badan waxa kama gaareen hal saacadaad heshid let alone 1 hour hatta 10 minutes 10 daqiiqo hadaan shafudaysan 10 daqiiqo oo koob kafe wada cabaysan fariinta aad u gudbisay iyada ka saameyn badan 10 ka saac professorka uu ku qufay I'm telling you وانا واشي مجرب هدوغو طوان دقيقو غاريغا ادو كحيني او اد فرينجر كغارسيسيد وحي كافكت سنتهاي طوان ساعدو نين بروفيسور او كوشو كلسوني ابانيما دا هيستا كلسوني الاسلام كات هيستا كلسوني دي جعل كات هيستا انتو دم بات هيستا نيكا مركو بدن بات كو دانتا وليالك تصالا دو ان انسيو او اد لا سوتان دايرتونا سنه هره تصالح مركان ماشي كشيغي مؤتمر كي دايرته اد بي اقضى بيان وين النقاش سيفي عنه حوغا سو صارين وحديثي ولامك انك ساحر كاها نين ساحر نين بقره هو حولها ساحر صح حديث وحس صم بقر جيري نوعا ما بقر ساحر كي بيو حيروان دي مره باي عيد ام حكومه برايكن لأن سحرة أما ملوك تمنوا لان كرت بدون سحرة بقرضوا منوا لان كلا سحرة لأن يقول بكرسي وكف كف كريه مركي إلا جلوا ريجو مركي نينك سحرك أول حير إن تانا لمن إيه كان قف أن كوتها برا ويل يربو مركي صادر ويل كي سحرك أتجا أحبك سوء دقيستا إلهي وحي قدري سو وضد أهي إنه برتي من رهيب وعالم دينير أي برتي ninki u taga u dhageysta saaxirki u taga u soo dhageysta ninki caalim diineedka hadalkiisa cajabiyay marka kadib wiilku wuxuu bilaabay marka inuu daaho saaxirki ku daaho kadibna halka dhibaato kaga timi raahibki waa la tiriyay wuxuu leeyahay hadda kadib hadii aad soo daahdi waxa dhahdaa saaxirki ay soo daahiyay saaxirkan waxa ku dhahdaa xagga boqorkan ku soo daahay ragii meel kale ka turbiyo wuxuu saa wadaba wuxuu gaaray marxalad yaqiin ah إنه إله سبحانه وتعالى أرمي وحقار مرحلة رهيب كأنه قار وحقار يقين وحقار يضع مالي المال مهكم وضاد وحق ينف دا بدوين مروذي بيدا عن علماء وضاد حقا حقا ويسود أفواي مركي وحلقا يالا لواي ويا ويل كي روحي لأنيك إيداي انتو يري إله يو هديا دوكته إنه رهيبكو وحق وكتاك إله دا بدا ما شكاقات هدو صحيرك وصحيها نواكاه إلهي سبحانه وتعالى مركب وحو قدري لك حيارة انتو قاتي دا بدو هالكا كل ما تهالكا عن أي مرين ويلك مركب معجزات وحكا صوت داري كرامات وتيلا يسكو دي إلا ديلو إلا ديلي واي انتا صوت نمبر The bottom line of the story مركب قصة وحي حنبار سنتا وجيدة دو أن كلا يوحيت ويلك لو برفسور بودحي برفسور ساحرة أو دين حن يو بختي يو سحر يو قرن كوري يو برفسور عالم ديني دا أو إنجر ساعدة يروه هلا جري دين تأوشي جير آخر كنا محا حق بدي وحا حق بدي كورس كي دينات ساعدها جرها أي وحو كأت كاذي كورس كي شركة إبادل كي سحرك محا لقفك كان في درضة أرقف من آدم وعامي هذا ده هذي وحيرا كسم يقول إله بانكو قداي مركبة عقيدة كربو إله سبحانه وتعالى وتلمامة قعمه تاجنا يعني ابن آدم كوه ديارسي فطرة الله التي فطر الناس عليه وديارسي دين بكبه أباني ماذا ذي كسيدر جعلك كخب كسيدر ما أردت واحد ينكر حي كسيدر كلمة هذا وحي كسامين بضنتها إن كبضن يعني وحي سام أد أسامين لسا إن كبضن أنت تم بفصورك إسامس داري سؤال نقو حلقة إنا نراه خلاص وقت بقو ماهي طبعاً كالدقيقنا هلكي إساق على فريسان لأنا فريق كدر أنفرني طبعاً كالدقيق إساق أباه حتى هذا فريق كدر كجيس وأرك أفسوا مالي لسكو تورتوري إذا كان اهتمام كوذا كون جربة كفي عند هالكو جيم كفن لها هالكا مركا وحنو مالينا إني لابد دقيقة هرسنتها سوما لابد دقيقة هدي هرسنتها دا لابد دقيقة محلو شيئا الدين كان إلهي ما لابد دقيقة لو شيئا
aan ku soo gabagabeyno midda ugu muhiimsan waxa ay tahay marka la soo ururiyo ducada tirada badan waa muhiim mas'alada waqti time management waqti in la sahlo talabaad dialogue xiwaar iyo wada hadal oo furan oo waxba aan la isku qarin qodobka saddexaad wuxuu ilaahay subxana wa taala la baryo maxay yale ilaahay subxana wa taala quraanka wuxuu noogu tilmaamay markii uu yiri hatta idha balaga 40 sana حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني أول المسلمين لذلك دعاء أقوانا كسن أقف أكد عيست سيب والدك مركز أفرتن جرستد وسيب قارهان دعاء أقوانا سوى دعاء سبرانك الغشاق وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين آياتها صحيح كهليان نن أفرتن جرسدي أولادي مرك أول ولي هذا الدعاء ترى ضبطا مساجد marka la keenay hal laygu duceeyo ee ma aragtay qof markuu wadada maray hal laygu duceeyo culimada marka ilmaha igu duceey iyada laftarkeeda macnaheysa sameysa nas allah jalla wa ala in inaga ilahi horta in xifdiyo ko awladana ilahi subhanahu wa ta'ala inoo xifdiyo xifdiga awlada waxa ka horeeya ama awladu waxay ku xifdismi karaan kelmadda hadii muhaadaradii la sheegay dhayn aan hata aanay noocan ma ay ku dhaaftay kelmadan hoosta ka xariiq inagu aynan is xifdin dadkeena waweyn waalidiinta awlad ma xifdismayso laba arrimoodna waan u leenaa ko diyaaradda marka saaranta waxa ugu horeeyo markii instructionka la bixinayo hostess ay kula hadlayaan ko waxa lagu leeyahay markii wax dhacaan adiga suunka xiro intaadan ka yar aadan u xirin ilaahay wuxuu leeyahay qu anfusakum ko idinka wa ahliikum markaas abihi inuu wax barta ma rabo quraanka inuu ka kiciyo ma rabo inuu salaad uu soo istaago ma rabo inuu jimcada inuu yimaado ma rabo wuxuu rabaa isagoo meelihiisaas ku qaxweynaya inay islaanta maalinta sabtida ciyaalka keento iyada ay raadisa macalinka quraanka u dhigi lahaa ciyaalkana waxa rabnaa inay noo toosaan xaqiiqda labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilmaha ku xifdiyay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu yidhi wakaana abuhuma saalixan suurad aan maalin jimco walba waqtigaanu kale aanu aqrino waa maxay wakaana abuhuma saalixan ibnu kathiir wuxuu leeyahay salaaxu alab aabbaha wanaagiisa wuxuu sabab u noqday owlaaddu inay toosto adiga toosnaantaada si indirect ah oo ma aragtay dadban bay saameyn ugu yeelanaysaa ubadkaaga halkaana waa marka muhiim idan innaga inaan dadaalno damo aan sadaqada badiyo ilaahay owlaadda ku ilaalinaya salaatulayl hadaan badiyo ilaahay owlaadda ku ilaalinaya dadka marka aan la joogo hadalka macruufka ah labada isqabata inaan dhexdhexaadiyo inaan qabyaalada la dagaalamo in ummadu inay midood inay ka shaqeeyo kulli intaas waa account owladna wax ku shubaya wax laga inay anaga ka fikirno in ciyaalka boosas ha loo diyaariyo kan ha loo diyaariyo ciyaalka waxa uma baahna wax bar shilinka iyaga gali iyaga booska dhisanaya shilinka iyaga gali iyaga guriga diyaarsanaya ducada u badi ilaahay subxana wa taala yani waxa laga baahan kariya adigu taada un ka soo baxa taada aniga tayda hadaan ka soo baxo biidni ilaahay subxana wa taala wad way hagaagay nas allah jalla wa ala ko inuu inaga ilaahay na islaaxiyo dadkeena waaweyn owlaadan ilaahay noo ilaaliyo in ilaahay subxaana wa tacaala noo ilaaliyo nas allah jalla wacala inahu jawaadun bar ra'uufun raxiim wasallallahum cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وندعينا الشيخ إن شاء الله تعالى وحنو لنا إن شاء الله تعالى شيخ كلمة طيب كميزنة حسناتك الله كسر أجر الله كاسي إن شاء الله تعالى أنا قلنا أولادنا الله نوها نوديو أولادنا إن شاء الله تعالى وحن الله كربرنا ربك الرحمن الرحيم إنه حق إيوناق إله نوتسي ربك الرحمن الرحيم اللهم صلح أولادنا يا رب العالمين